هنا بمؤسسة إعادة التربية بتيزي وزو يلجأ العديد من المسجونين للدراسة والتكوين كفرصة جديدة نحو إعادة الإدماج في المجتمع بمجرد انتهاء فترة العقوبة. يعني يبقى الهدف الأساسي من كل هذه البرامج هو الرفع من المستوى الفكري والتعليمي ودفع هؤلاء المساجين إلى نسيان الإجرام. دي بروفيسور كي فيان دو ليكستيريور بور دوني دي كور. Donc à longueur d'année on est bien assisté par les professeurs et tout ça. فرص مختلفة توفرها مصلحة إعادة الإدماج بالمؤسسة العقابية بتيزي وزو من خلال توفير دورات تكوينية في مختلف التخصصات. وزارة العدل عندها عدة اتفاقيات مع مختلف الوزارات بغرض إعادة الإدماج. يجونا مكونين معلمين للمؤسسات العقابية. احنا في الأخير يكون فيها تقييم ويكون فيها امتحانات ويكون فيها الدبلوم. يعني الانسان مادام راه هنايا انا نعطيه النصيحه يقرا ويستفاد من الوقت اللي راه يفوتوه هنايا. الدراسة والتكوين داخل المؤسسات العقابية لا يقتصر فقط على الحياة ما بعد السجن، وإنما شغل للوقت بأمور مفيدة مما ينعكس بالإيجاب على نفسية السجين.